هذا صادق. طه المبالغ اللي كانت مطلوبه في الاول كان مطلوب منكم كام؟ المطلوب 10 مليون. كان في اتصالات على طول من رقم واحد ولا من كذا؟ لا كان بيتصلوا من نفس الرقم بتاع كرم. من تليفون كرم؟ ما استخدموش تليفونات؟ لا كان من تليفون كرم. كلمه للشرطه وللاهالي اللي وقفت جنبيكم في الموضوع؟ والله شكر خاص لخالد بيه شريد وكل الضباط المديريه وعبد المجيد بيه مختار ومدير الامن ومحافظ وكمل وزير. طيب ووزير الداخليه. شكرا. عم عز انت عرفت الخبر ازاي؟ يعني جاني الخبر رنيت على كرم ما ردش عليا فرجعت رنيت عليه ثاني واحد جاني مصطفى كان معاه دويتي قال لي ابنك خطفوه كويس فجريت على المكان اللي فيه فعلا لقيت ان هو اتخطف. تمام. طيب كلمه تقولها للشرطه او للاجهزه الامنيه؟ الشرطه يعني تمام الحمد لله واهم حاجه الشرطه بتاعتنا يعني جابت لي بخير وسلام الحمد لله. تمام. نعم بكرم عامر؟ عامر مكرم؟ نعم بكرم. طيب عامر دور الاهالي او دوركم انتوا كعيله عملتوا ايه علشان تساعدوا الشرطه في حاجه زي كده؟ احنا كنا بنساعد الشرطه كنا بنشوف معهم الكاميرات لحد ما عرفنا اتجاه العربيه ماشيه ازاي برضه الشرطه كانت معانا لحظه بلحظه. قعد كام يوم كرم مخطوف؟ اربع ايام. كلمه انت يعني خلال الاربع ايام كان تعامل الشرطه ازاي معاكم؟ لا كان الشرطه ما بستهلتش صراحه. يعني تليفونات اتصالات استجوابات هل جمعوا ناس تحريات؟ هم اللي قالوا لنا اول ما عرفوا طريقه ومكان العربيه اللي كنا واخدين المكان اللي واخدينه فيه بلغونا ورحنا برضو الشرطه كانت معانا. علي صوتك شويه يا كرم. علي صوتك شويه. من ابنوك من بقى بدر. ايه اللي حصل معاك يا كرم؟ ها؟ ايه اللي حصل معاك؟ كنت طالع من الجامعه اول يوم كان معايا مصطفى دخلت المكتب المشيات مسكت العربيه دورت برجع لورا شويه جو نزل عليها اربع مسلحين بسلاح خدونا من العربيه انزل نزلت معاهم بالغصب وكان الراجل اللي معايا نزلوه في الزرع تحت فضلوا يجروا شويه فضلوا يضربوا فيها بالعربيه عدوا من قدام البيت عندنا فانا شفتهم شويه كده وبعد كده غموني طلعنا الصحراء بعد كده بيتنا اول ليله خدوا مني التليفون وكلموا عمه وطلبوا منه فدية 10 مليون جنيه. تمام كويس. المعامله هناك كان شكلها ازاي معاك؟ كانت كويسه؟ كانوا خايفين عليك؟ كان مش فارق معاهم؟ بيهددوك يقول لك اضغط على اهلك؟ لو ما جتش الفلوس يعني تموت هنرميك هنا مثلا هنرميك في البير داويتي طب احنا خلاص خلصت معانا احنا كده كده ميتين. انت قلت لي ان الشرطه طلعت لهم مره. ايوه. حصل بينهم تبادل اطلاق نار وكده؟ ايوه وجرى في الجبل. كانوا مسلحين هم يا كرم؟ كانوا مسلحين. تمام. امتى بقى عرفت نفسك ان انت مشيت او الحمد لله رجعت لاهلك؟ سابوك هم في مكان ولا حد دخل جابك من جوه؟ لا سابوني في مكان.